خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم ابارتمون لوكس دو لوكس، ابارتمون جات في الموقع اللي مؤخرا بزاف الناس كانوا كيطلبونا على لي زابارتمون اللي كاينين في النجمه طنجه. فين جا هذا الموقع؟ هذا راه هذا جا في القلب النابض ديال مدينه طنجه، سونتر فيل النجمه، قريب لكم بولفار، قريب لكم ساحة أمام، قريب لكم بلايا، قريب لكم لاكار ديال التران، يعني جميع المرافق العمومية والسياحية اللي كاينة في وسط طنجة راه كاينة في هذا الموقع. هذا أبارتمون في قلب طنجة على الشارع الكبير ومساحة كبيرة. إذا لاحظتوا معايا من الدخلة، الأبارتمون المشعشعة الواسعة المصلوحة اللي ما كاينش محسن منها وما غادي تخسر فيها من نهارك تسكن. جيب غير الفاليزه ديالك وليداتك والرحي ديالك، او لا اذا بغيتي حنا نفرشوها لك، حنا كنصلحو الديور كنفرشو الديور، فاللي بغيتوه غادي تلقاوه عندنا. ابارتمون سونتر فيل من الحجم الكبير 151 متر، ايه 151 متر. كيف ما كتشوفوا مع الدخله كاين الباب الدار، هي هذه، يعني اين فوا كتدخل كتلقى الصالون الكبير الواسع وهذا الاطلاله وهذا المنظر الرائع مع الدخله، يعني غادي يتزين بالفراش النهار اللي غادي تاخذوها وتفرشوها وتانطالو هنايا. وابارتمون في الطابق الثالث كاين لاسانسور، لي كاميرا دو سيرفيونس، العساس، سانديك، وكاين حتى الباركينغ سوسول. ايه يعني ابارتمون غادي تحط فيها الطوموبيل ديالك وتخرج تسراها كامله على رجليك. 151 متر الطابق الثالث. اجي دابا نشوفو لابارتمون من الدخله. اين فوا كتدخل مع الباب كتلقى هاد الديكور، هذا لابارتمون معاوده بالاصلاح كاريمون، حتى شي حاجه ما بقات ديال الشركه، لا البيبان لا الانسلاسيون ديال الضوء ولا الانسلاسيون ديال الماء. خسر انه يعمل هاد الديكور هذا هنايا مع الدخله، عمل هاد القبص هذا ديال الخشب، يعني شي حاجه دولوكس. اين فوا كتدخل كتلقى الكوزينه مع الدخله ديال الدار، كتلقى الصالونات وكتلقى الكوزينه. اجيو ندخل الكوزينه اللي حتى هي واخده مساحه كبيره من هاد لابارتمون. هادي ابارتمون 3 شامبر، جوج ديال الدوتشات، ثلاثه الصالونات وكوزينه كبيره مع البالكون ديالها. كوزينه كبيره تقدروا تعملوا طابلا مونجي هنايا، تعملوا كاع لي ماتيريال ديال الكوزينه هنايا، وعاد البالكون تعملوا فيه ماكينه تصوير والسخان ديال الضوء. المساحه ديال البالكون راها معتبره وكافيه للاستغلال، والكوزينه كيف ما شفتوها هي راها كبيره ضاويه مصلوحه، وحتى القوس ديالها شوفوا على الديكور عمل فيه يعني غزال بزاف ورائع. وكل صراحه هاد لابارتي من الشقه اختار انها يعمل ليها التيم ديالها، هنايا عامل هاد التيم هذا ديال الكوزينه، اختار انه يدير هاد الزليج هذا بروميير كاليتي، يعني اي حاجه معموله هنايا راها معموله بالتاويل ومعموله دو لوكس على حساب الشاري الجديد. هنا اختار انه يعمل بلاكارات ديال الخشب من نوعيه ممتازه، عمل البوطه اونكاستري مع الفران ديالها ولا هوت ديالها، يعني شي حاجه اللي دو لوكس وما غاديش تخسروا فيها نهائيا. ابارتمون صالح للسكن، صالحه للاستثمار، صالحه انك تجيب وليداتك تستقروا هنايا، اولا انك تاخذها وتكريها. علاش؟ حيت الثمن الكرائي هنايا جد جد مرتفعه، والثمن ديال الشقق هنايا كيتراوح ما بين 19000 20000 درهم للمتر. علاش؟ حيت السونتر فيل البحر تمشي ليه على رجليك، مدينه كامله تدورها على رجليك، وموقع غزال ورائع بزاف. الكوزينه والبالكون حنا شفناها مع بعضياتنا، كوزينه اللي كبيره وابارتمون مصلوحه، هذا الاصلاح غير الخفيف، باقي الاصلاح دو لوكس باقي في الدار. كيف ما شفتوا كيف ما قلت لكم مع الدخله كاينه الكوزينه، وعاد كتلقاو هاد لاله مولاتي ثلاثه ديال الصالونات. الصالون الاولاني هو هذا، تقدروا تعملوا هنايا غير كانابي خفيف، طابلا مونجي هنايا على حساب نتوما وكيفاش غتستغلوا هاد لابارتي هادي، حيت كاينه هنايا الموطع ديال التلفازه، اختار انه يعمل لي هاد الديكور هذا ديال الخشب وديال الاينوكس، شي حاجه دوليكس معتبره غزاله وكتريح في النظره، يعني واحد المنظر اللي غزال وغادي يتزين بالتلفازه الكبيره اللي غادي تعلقوه هنايا. اما القبص اختار انه يعمل كامل بلي سبوت وهاد ثلاثه ديال التريات اللي غادي يجيو مع شي كانابي مودرن غزال بزاف، واختار انه يعمل حتى كليمه
سنتراليزي، كلمه راها سنتراليزي في الدار كامله، وعمل ريزيرف ديال الضو. يعني حتى اذا قطع لكم الضو راه كيبقى عندكم خدام في لابارتمون ديالكم ساعتين حتى لربع ساعات. وهنا اختار انه يعمل لابارتي الثانيه ديال الصالون اللي اختار انه يذوقها بهذا الشكل هذا ديال الخشب والإينوكس، داكور اللي غزال بزاف. كيف ما قلت لكم شنو ما عملته هنايا من الفراش غادي يواتيه، علاش؟ حيت ديكور ديال القمص وديال الخشب غزال بزاف. اما مولاتي لاله الصالون كبير، يعني ديال العرايض وديال العرايس، يعني تقدر انكم ديروا فيه العراضه هنايا، تعملوا الفرح هنايا، الصواب على وليداتكم. يعني راه صالون كبير وواسع تبارك الله، وجا على الشارع الرئيسي ديال النجمه. صالون اللي اختار انه يعمل لي هذه النوعيه هذه ديال الصباغه، ما عرفتش صراحه الله النوعيه هذه شنو بالحق. الناس اللي مختصين غادي يخليونا في الكومنتات شنو هي هذه النوعيه ديال الصباغه الغزاله الرائعه، وجاتني بحال العنبره، وهي شكل جديد ديال العنبره. ويعني الناس اللي عارفين هما اللي غادي يقولوا لي شنو النوعيه ديال الصباغه. اما القبص اختار انه يعمل الصالون كامل داير لي سبوت، وخلى موطع ديال جوج ديال التريات. علاش؟ حيت الصالون كبير تبارك الله، وصراحه بلا غير بهاد لي سبوت راه الصالون ضاوي. اما الشراجم راه اختار انه يعملهم كاملين الكتريك، الشراجم اللي في الدار كاملين الكتريك، كلشي معاود الاصلاح، لانستالاسيون ديال الضو معاوده، لانستالاسيون ديال الماء معاوده، كلشي معاود في هاد الدار هادي. سالينا لابارتي الاولى، باقي لنا لابارتي الثانيه اللي فيها ثلاثه ديال غرف النعاس، جوج ديال الدوتشات وجوج ديال التواليطات. كتبقى لابارتي بريفي ديال الدار بوحديتها، يعني اللي غادي يجي الضياف اللي غادي يجيو ها هما عندهم ثلاثه ديال الصالونات. اذا فرشتوهم ما عرفتو كيفاش تفرشوهم، راه غادي يجيوكم رائعين وغزالين بزاف مع الدخله. ابارتمون اللي في سونتر فيل دو لوكس، مساحه كبيره 151 متر، وجات على الشارع الرئيسي، والعماره فيها لي كاميرات سيرفيونس، عندكم حتى الانترفون بالكاميرا، عندكم العسالات في الباب، وعندكم حتى الباركين سوسول. دابا من بعد ما شفنا لا بارتي الاولى اللي خاصه بالضياف اللي غادي تفرش وعاد غادي تبان، دابا غادي ندخلوا هنايا كاينه لا بارتي الثانيه اللي كتجمع ثلاثه ديال بيوت النعاس، جوج ديال التوتشات، جوج ديال التواليطات، والمساحه ديالها حتى هي واخده النص ديال لابارتمون. اختار انه يعمل هاد الكلوار هاد النوعيه هذه ديال القبص بالبيض والصفر اولي سبوت اوليد ديالها، كيف ما كتشوفوا الكلوار ملكي كيف ما شفتوا ديال لي زوطيل. يعني ابارتمون دو ليكس ما تحشمكش اذا خديتيها. دابا غادي نرجعوا باش نشوفوا الغرفه الاولى اللي كاينه هاد لابارتمون هادي. اجي دوروا معايا هكا باش تشوفوا الغرفه الاولى، الغرفه اللي حتى هي واخده مساحه كبيره. نخليكم نتوما الاولى شوفوا المساحه ديال الغرفه، ومن بعد نطيب لكم في كل حاجه. غرفه اللي كبيره راه تهز لكم شي ثلاثه ديال الكامات سيباري، وعاد عمل ليها هذا الديكور هذا ديال القبص اللي تقدروا هنايا تعملوا التلفازه ديال الوليدات، حيت كاينه الشومبر الكبيره للوالدين. هذه واخا هي صراحه الله شومبر كبيره، حق ماشي ديال لي بارون، كاين سويت بارونتال اللي فيه الدوتشه الخاصه به، ومساحه ديالو كبر من هذه الغرفه. اختار انه يعمل ليها كل شيء جديد، اختار انه في هذا الشيشه هذا يزوقها بهذا الانوكس هذا الومنيوم، عملو هنايا في الحيط كامل. وكيف ما ذكرت لكم الموطع ديال التلفازه، شي ديكورات ديال العواول وديال الدراري اللي غادي يكون عندكم هنايا، وما غاديش تحتاجوا الماريو. علاش؟ حيت كاين ماريو ديال اربعه البيبان راه فيه لداخل لي زيتاجير، وكاين الموطع ديال العلاقه، وعاد عندكم السده من الفوق. يعني شومبر كبيره وواسعه ومصلوحه وضاويه. هذا لابارتمون راه جوج الواجهات، الواجهه الاولى اللي على الشارع الكبير ديال النجمه، والواجهه الثانيه اللي على وسط العماره. من بعد ما شفنا الغرفه الاولى وهذا الكلوار الملكي الغزال الرائع، دابا غادي نرجعوا باش نشوفوا الحمام الاولاني. الحمام الاولاني ديالنا هو هذا، كيف ما كتشوفوا راه فيه الدوتشه ديالو، فيه طواليت بيدي لافابو، يعني كل حاجه محطوطه في بلاصتها، وحتى هو فيه القبص الخاص به لي بلاد وسبوطات. هانتوما غادي نطلعوا ونوريكم الديزاين اللي عمل القوس في هذا الحمام هذا، ديزاين مختلف. اما الحمام الثاني راه غزال ورائع على هذا، هذا واخا هو كبير كاين حمام مكرر منه، وكاين حمام دوليكس عليه. اختار انه يعمل هذه النوعيه هذه ديال الدوتشه،
بالالومنيوم ديال الكوليس ديال جوج جهات، وباقي عندكم فين ديروا شي بلاكار هنايا اذا بغيتوا مثلا تخليوا البلاكار يكون خاص بالحمام. ابارتمون غزاله سونتر فيل، قريبه لكم النجمه، قريبه لكم سيتي مول سنتر، قريب لكم مول بنوطوطه ديال حتى هو مول، قريب لكم بلايا، قريب لكم ساحه الامم، جهه اخرى عاود قريبه لكم شارع مكسيك صوم معكازين، يعني الدور المدينه كامله غير على رجلي. من بعد ما شفنا الشومبر الاولى والحمام، وعاد كاين هذا الكلوار الملكي هذا اللي كيديكم البيت نعاس الثاني والثالث. البيت نعاس الثاني المساحه ديالو هي هذه، تقدروا تعملوه بيت العواول اذا كان عندكم بزاف ديال العواول، تقدروا تعملوه دريسينغ، تقدروا تعملوه يعني تستغلوه كيف ما بغيتوا. المساحه ديالو كيف ما لاحظتوا هي هذه، اختار انه يعمل ليه زليج في الارض، واختار انه يعمل ليه لي سبوت اوليد في القوس كامل. وعاد في هذا الاتجاه هذا اختار انه يزوقوا بهذا الانوكس هذا اللي كيعطي جماليه للغرفه ديالنا. ابارتمون المساحه ديالها 151 متر، في الايطاج الثالث، ثلاثه ديال الغرف. هنايا كنلقاو شومبر بارونتال اللي فيها الحمام الخاص بها، وكاين المساحه في الغرفه. الغرفة ديالنا تبارك الله راها واسعة وكبيرة، وحتى هي الديزاين ديالها مختلف. اختار انه يعمل ليها هذا القفص هذا كامل اللي كامل بالسبوتات، يعني ما تحتاجش هنايا نهائيا انك تعمل ثريا في هذه الغرفة هذه. وحتى هي فيها الماريو الخاص بها ديال 4 البيبان، المطعم ديال زيتاجير، المطعم ديال العلاقات، وبعد السدة. يعني يكفي انكم غادي تعملوا شي كاما من الحجم الكبير كينغ سايز، على شي حيت البيت راه كبير والمساحه ديالو كبيره، عنده جوج طاقات اللي كيطلعوا على الشارع الرئيسي ديال النجمه. بزاف بيكون كنتو باغي لي زابارتمون قراب للبلايا وفي النجمه، فهاد لابارتمون بناء على طلب بزاف ديال الناس. وفي هذا الاتجاه هذا خسر انه يعمل هاد الديزاين هذا ديال القفص، كيجي مزيون وحليلو، كتحطو التلفازه هنايا وكيعطيوها هاد الليد هذا جماليه وكتجي غزاله بزاف. وكيف ما قلت لكم هذه الشومبر الخاصه بلي بارون ديالنا، المساحه ديالها كبيره وعندها الحمام ديالها. المساحه ديال التواليت والدوشه ديالنا هي هذه، اختار انه يزوقها بهذا الثلج هذا الغزال بزاف الملكي حتى هو اللي كاين في الحيط وكاين حتى في الارض. وبالنسبه للقبص حتى هو دار ليها هذا الليف هذا سبوتاس، وكاينه طاقه ديال التهويه. وعاد اختار انه يعمل هاد النوعيه الغزاله والرائعه ديال لافابو ديال النحاس بالماتريال ديالو، المرايه ديالو كيف ما كتشوفوا الديزاين ديالها حتى هي غزال بزاف. وعاد عندكم البلاكارات هما كاينين تحت من لافابو، يعني باش كتخزنوا فيها الماتريال ديالكم على حسب نتوما والاحتياج ديالكم. وحتى من لي ديتاي ديال الفوطة الموطة ديال الماتريال ديال الطوالت، كلشي كلشي بهذا اللون هذا الصفر الغزال بزاف. وحتى الدرشة ماشي بحال درشة أخرى، هذه درشة ملكية ديال الفالون ديالنا بالألومنيوم والزاج، كتخلي لكم ديما الحمام نقي. وكيف ما لاحظتوا راه كلشي معاود، حتى من البيبان راه بخوميييغ كاليتي ومعاودين في هاد لابارتمون هادي. إيوا كيف جاتكم؟ ابارتمون دو لوكس ولا لا؟ هادي راها لوكس ديال اللوكس، 151 متر سونتر فيل في النجمه، ثلاثة ديال البيوت النعاس، جوج ديال الدوتشات، ثلاثة ديال الصالونات، وعاد كاينة الكوزينة بالبالكون. ابارتمون غزالة معودة كاملة بالإصلاح من نهارك تسكن، جيب وليداتك، الرحيل ديالك، أولا إذا بغيتي تستعملها كاستثمار، حيت الثومة الكرائية هنايا رشيد جد مرتفع. سواء كريتيها بالنهار او كريتيها بشهر خاوية او فرشتيها وغادي تكريها ثمن اللي هو طالع بزاف، مع المناسبة اللي مجانا ديال كأس العالم غادي تكريها بثمن غالي جدا، حيت في سونتر فيل ديال طنجة. ابارتمون 151 متر جات في النجمة على الشارع الرئيسي ديال النجمة. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش هذا الموقع هذا فين جا، راه جا قلب مدينة طنجة، قريب لكم بلايا، قريب لكم بولفار، قريب لكم ساحة أمم، لاغار ديال تران، قريب لكم شارع مكسيك، سور معكازين، سوق برا، هادشي كامل داير بهذا الموقع هذا ديال النجمة.
ابارتمون جات في عماره فيها السيندك ديالها، فيها الحساس اللي تكون واقف في الباب، فيها لي كاميرا سيرفيونس، لاسانسور، وعاد كاين الباركينغ سوسول داخل العماره، يعني داخل عندكم عندكم موقع فيه انت جيتي الطوموبيل ديالك. واخا هاد لابارتمون ما غاديش تحتاج الطوموبيل، راك تسارع طنجة كاملة غير على رجليك. 151 متر الطابق الثالث، الثمن ديالها 241 مليون فقط. ايوا كي جاتكم مع هذا الكم الهائل ديال الاصلاحات راه كتاخذوها بديزاين جديد، افكار جديده، كتاخذوا اللوكس ديال اللوكس. الثمن ديالها بالدرهم 2,410,000 درهم بالنسبه للناس اللي كتبغي تبدل العمله ديالها. عجباتكم ساهله تواصلوا معنا، هذا الرقم اللي كاين على الشاشه، عطيونا هذا الريفيرونس اللي كاين على الشاشه.